مباراة في الملاعب العربية والخليجية، حيث تختتم اليوم مباريات دور المجموعات بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج والمقامة حاليا بالكويت بمباراتين بين الكويت والإمارات والسعودية وعمان. وتسعى الإمارات إلى حسم تأهلها وتصدر المجموعة من خلال الفوز على صاحب الأرض والجماهير منتخب الكويت، فيما ستكون مواجهة السعودية وعمان حاسمة، حيث يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويلعب بفرصتي الفوز أو التعادل، فيما تحتل عمان المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليس لديها أي فرصة سوى الفوز للتأهل. فاز تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية لعام 2017. وأعلن عن فوز تركي آل الشيخ باللقب خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي 12 والمقام حالياً في مدينة جميرة تحت رعاية الشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي. وكان تركي آل الشيخ قد تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية في 6 سبتمبر الماضي بأمر ملكي خلفا لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ. وأصدر تركي آل الشيخ منذ توليه رئاسة هيئة الرياضة عدة قرارات بارزة غيرت من مسار الرياضة السعودية، بالإضافة إلى تدخله لحل أزمة إيقاف النشاط الكروي في الكويت.